مساء الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في موعد جديد من لقاء الصحة. متواجد معنا اليوم الدكتور يوسفي، لو بريزيدون دو لا سوسيتي الجيريان دانفيكسولوجي. مرحبا بك دكتور. ميرسي بوكو، شكرا على الدعوه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تري بيان، دونك راح نتكلموا اليوم على مرض السيدا، وحنا رانا اون بلان موا دو ديسمبر، دونك ماذا بينا نعرفوا وين حقنا فيما يخص مرض السيدا اليوم في الجزائر. السلام عليكم انكور اون فوا، ميرسي بور لانفيتاسيون. مرض السيدا ولا الايدز، لازم نعرفوا باللي مرض هذا اللي راه ولا مرض مزمن ككل الامراض المزمنه، واللي معروف منذ اكثر من 40 سنه، واللي نحتفلوا به كل عام في اول ديسمبر نتاع السنه. ولكن لازم نتكلموا على المرض هذا طول السنه ككل الامراض، وباش يكون فيه التحسيس هذاك ويكون فيه نعلموا المواطنين. مرض خطير كيما نتكفلوش به، لكن الان بفضل التطور تاع الطب والامكانيات اللي كاينه، قلت كولا مرض مزمن كيما المرض تاع السكري، كيما تاع ارتفاع الضغط الدموي، خاصه دوك الانسان اللي يكون يحكموا ويتكفلوا به يعيش عادي ككل الناس، الشيء اللي ما كانش موجود منذ اكثر من 20 سنه. احنا عندنا في الجزائر كاين مجهودات كبيره اللي دارتها الدوله مع وزاره الصحه. لازم نعرفوا باللي احنا المرض بالنسبه لبلدان افريقيه وبلدان اخرى، بالنسبه للنسبه المئويه مش موجود كثير، 0.1%، ولكن هذا ما يمنعناش الاحصائيات الاخرانيه تاع 30 جوان 2023 كان عندنا 18773 حاله، هذه منذ 85، وفي الست شهور الاولين برك تاع العام هذا كان اكثر من 1157 حاله. هذا باش يدل على انه الشيء موجود ويقدر يقيس اي مواطن. ونذكروا باللي هذا المرض هذا ينتقل عن طريق الحلقه الجنسيه، عن طريق الدم، ثاني الدم اللي يكون معفن، ومن الام للجنين تاعها. هذوما ثلاث طرق اللي ينتقل عليهم، ينتقل بهم. هذا مرض قلت لك عالمي، والحمد لله موجود تكافل له. وحنا في الجزائر عندنا اكثر من 60 مركز للتشخيص المبكر، لو ديبيستاج، وعندنا 16 مركز مرجعي، لي سونتر دو ريفيرونس، اللي يتكفلوا بالمريض هذا. اذا الامكانيات موجوده، الادويه موجوده، حتى وبالك بعض الاحيان كان فيه كما يقولوا شويه مشاكل، هذا مش نقولوا ندرم شويه مشاكل، ولكن موجود. الامكانيات البشريه موجوده، الامكانيات كما يقولوا المراكز موجوده، بقى على المواطن باش يروح لهذا اي مركز، هذا اللي قلت عليهم، ولكن اي مؤسسه صحيه، ديسبونسير، بوليكلينيك، في السنتر تاع ميديكو سوشيال تاع الشركه، يقدر يدير التشخيص. والتشخيص كما يقولوا بنجوس، صدر انونيم، تشخيص باش يعرف عنده ما عندوش الحمد لله عنده، رايح نوجهه للمراكز هذه المرجعيه. اذا مرض خطر، نعطي على سبيل المثال هذا العام كاين 39 مليون اللي راهي في العالم نتاع مرض السيدا، والاغلبيه تقريبا 30 مليون راهي تحت العلاج. كاين كما يقولوا تطور كبير، والعلاج وشنو هو؟ الانسان يشرب حبه قبل عند اكثر من 20 سنه كان العلاج موش كما يقولوا فعال بزاف، ويشرب حتى ال 15 حبه، ولازم قبل الماكله بعد الماكله. هنا الان مع التطور هذيك الحبه فيها عده كما يقولوا مضادات بالنسبه للفيروس. اذا التكفل تاعو كما يقولوا بسيط، والامكانيات عندنا، بقى كما يقولوا المسؤوليه عند المواطن باش يروح للتشخيص المبكر، لو ديبيستاج. هذاك الديبيستاج اللي موجود نذكروا في كل الولايات، في كل المؤسسات الصحيه، وباش هذاك الوقت نقصوا من هذه الافه هذه. اللي نذكروا باللي في البلدان الاخرى، في القارات الاخرى كلها، راهي منذ 10 سنوات العدد نتاع الحالات الجديده لنوفيز انفيكسيون راه ينقص، الا
في منطقتين، هي منطقة الميناء اللي فيها إفريقيا الشمالية اللي فيها الجزائر والبلدان العربية، ومنطقة آسيا الوسطى ولا أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. هادو بالعكس راه الحالات تزيد، كما حنا الحالات رانا السنوات الأخيرة راهي بالرغم كما قلت من الأول ماهيش كما يقولوا حالات كبيرة بالنسبة للبلدان الأخرين، ولكن راهي في تزايد وهذا مش مليح. واش يعني هذا التزايد؟ هذا التزايد رانا قلنا درك لأنه مخصوصين كثير في التشخيص المبكر، ديبيستاج درك، وكان وخاصة زادت الحالة زادت شوية كما زاد الطين بلة مع الكوفيد. الكوفيد اللي أثر على كل الأمراض بالنسبة كما يقولوا للتلقيح، بالنسبة للالتهابات الفيروسية الكبد ديزيباتيت فيرال، بالنسبة للسيدة الناس ولاو يخافوا ما يروحوش للسبيطارات، وكما يروحوش للسبيطارات ما يديرش التشخيص المبكر هذاك، إذا يبقى ولاو يجيونا في حالات كما يقولوا متطورة. خطر السيدة هذا باش نفهمه الإنسان علاش التشخيص المبكر، كي يكون التشخيص المبكر رايحين نكتشفوه عنده كيما يقولوا حظ باش اكتشفوه من الأول قبل ما يخرجوا الأعراض، وكي قد ما اكتشفوه بكري قد ما مليح للمريض هذاك، وهذاك الوقت راه يعيش عادي ويتزوج ويكون عنده الاولاد ويعيش عادي، يعني يولي كمرض مزمن. مرض مزمن، ولكن لا ما كاش اكتشاف الكشف المبكر هذاك راح يمشي. خاطر واش الفيروس هذاك؟ واش هي الفيروس هذاك؟ يقيس المناعه، علاش نقولوا مرض فقدان المناعه المكتسبه، يقيس المناعه ليمينيتي هذاك، يقيسها يبدا بهذوك لي سيلول هذوك السيليكات، يقيسها ويمشي بالعقل. لذلك اللي تقاس يقدر سنوات وباش يجوز للمرحله تاع الاعراض ويكون عنده لي سين. وهذاك الوقت حنا ماذا بينا ما لحقوش لهذاك الشيء، ولينا في هذه السنوات الاخيره هذه جاونا عدد وفي القطر الجزائريه كامل عدد كبير من الحالات اللي متطوره، كاين حتى اللي جاوا ماتوا. يعني يصعب خاطر المناعه تاعو خلاص صفر، ما بقى له حتى كما يقولوا الخلايا تاع المناعه. حنا ماذا بينا ما لحقوش لهذاك الشيء، لذلك التشخيص المبكر ولا لو ديبيستاج هذا كي يكون قد ما يكون بكري قد ما مليح للمريض دابور، وقد ما احنا سهلنا الامور باش يعني نتكفلوا. اذا مره اخرى مرض خطير اذا ما تكفلناش به، لازم نتكفلوا به في اقرب وقت. مرض اللي الامكانيات تاع التكفل به موجوده في الجزائر، وهذا يدرني الى بالنسبه للتكفل مؤخرا في الاسبوع الماضي كان فيه مصادقة على البرنامج الوطني لمكافحة السيدة اللي رانا في البرنامج السادس، هو برنامج رباعي. نعم. رباعي البرنامج الذي صدقنا عليه الخبراء صدقوا عليه ومع وزارة الصحة، اللي راح يشمل الفترة ما بين 2024 و2028. احنا باش يعرف المواطن دكتور. نعم تقدر تعطينا بعض هذا البرنامج هذا يعطي كل استراتيجية نتاع المكافحة والتكفل بهذا المرض هذا في كل القطاعات. ما نساوش باللي السيدة هذا ولا الإيدز مش المشكل برك تاع وزارة الصحة ولا تاع المهنة تاع الصحة، المشكل تاع كل المجتمع وكل القطاعات. إذا هذه اللجنة الوطنية لمكافحة السيدة اللي احنا أعضاء فيها، هذه فيها أخصائيين وفيها ممثلين لكل وزارات، الاغلبيه تاع الوزارات. اذا كاين برنامج اللي من بعد كل وزاره دير البرنامج الفرعي تاعها، البرنامج نتاع في الوزاره، مثلا وزاره التربيه، وزاره التعليم العالي، ووزاره العدل، وزاره الداخليه، من كل كاين اللجنه الوطنيه اللي راهم فيها كامل، وكل وزارة عندها البرنامج تاعها في إطار البرنامج الوطني هذا نتاع السيدة. إذا هذا البرنامج هذا هو الاستراتيجية تاع الدولة الجزائرية لمكافحة السيدة في كل المراحل وكل كما نقولوا الوزارات، واللي يكون فيها التنسيق. الهدف هو انه رايحين كما يقولوا ما نخليو حتى كما يقولوا ثغره بالنسبه للمكافحه التكفل بالسيدة، لانه اذا كان وزاره الصحه تقوم بالتحسيس وبالتشخيص المبكر وبالتكفل، وزاره التربيه وكان ما يكونش فيه كما يقولوا حصص بالنسبه
للتعليم وللتحسيس والتوعيه. نسمع وزاره الاتصال رانا فيها احنا اذا كل واحد عنده الدور تاعه، كل وزاره عندها الدور تاعها. والخلاصه هو انه هذاك الوقت هذاك البرنامج الوطني هذاك راح تتحضنوا كل الوزارات وباش نقوموا وعنده اهداف. الاهداف بيانسير هو وباش نقوموا نقصوا كما قلت من العدد نتاع الاصابات الجديده اللي راهي في تزايد، نقصوا من العدد نتاع الوفيات اللي راهي ثاني في تزايد، ونقصوا الشيء هذا غير مقبول تماما، نقصوا من العدوى من الام الى يعني هذا المفروض يكونوا صفر، ما راناش في الصفر. راه للاسف كان فيه كما يقولوا تهاون، لانه المراه قبل الحمل فما بالك اثناء الحمل عندها دي بينون لازم ديرهم. المفروض ما لازمش كما يقولوا سواء ما يكونش عندها المرض، سواء نلقاو هذاك المرض اثناء الحمل وراح نقوموا هذاك الوقت بالتكفل تاعها، وكان دواء بالنسبه وهذاك الوقت الجنين ما يتقاش. اذا هذه النقطه هذه حساسه، التشخيص المبكر للناس اكل لكل مواطنين وخاصه بالنسبه للمراه اللي تكون بالحمل. يعطيك الصحه دكتور. الله يسلمك. نظن ان الرساله جازت. الرساله سمحي لي برك الكلمه الاخيره طبعا. المواطن كل الامكانيات موجوده، ماذا بكم تتقدموا لكل مؤسسه صحيه وباش ديروا تشخيص مبكر. تخي يعطيك الصحه دكتور يوسفي، وحنا ثاني رانا هنا معكم نرافقكم، وصحه ترافق طبعا في خدمه المواطن دائما. شكرا اللي تبعتونا، نتلاقاو في فرصه ثانيه بحول الله. الى اللقاء.